مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي الانطلاقات تتوالى مشاهدينا الكرام، وشوطنا السادس عشر في مجموع الاشواط من تمت انطلاقته، شوطنا السادس عشر والخاص بالقعدان هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نسير مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات والثلاثة كيلومترات هي الحاضرة هذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا. نتابع هذه المسيرة، نتابع الصدارة والمقدمة مع القعدان وابل من ينطلق لمحمد بن عتيق بن سيف بن حاضر العميمي على الصدارة وعلى المقدمة، بينما من الجانب الآخر شعار بن فارس الدرعي من يأتينا من الجانب الآخر منطلقا هنا مع مبشر حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من ينطلق هذه الانطلاقة الجميلة، ووصل هنا، وصل بالانطلاق الجميل على المركز الثالث. هناك نتابع مشاهدينا الكرام المشهر حمد بن نايع بشاوي الغفري من يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع هنا المختبر عيسى بن علي بن عيسى لقتبي، وهنا السميدي على القادم علي بن السيل بن علي بن الاسود العامري، وهناك هنا الشايم عبد الله بن راشد بن ثلاب الهاجري، هنا ايضا احد ضيوفنا القادمين من ميدان التحدي، هنا ياتي بهذا الانطلاق الجميل الوصول على سابع المراكز من الراوي محمد بن راشد بن سالم خلفان الكعبي، وياتي شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي ايضا منطلقا هذه الانطلاقه، وهناك من الجانب الاخر ملهي ملهي ياتينا ماهر بن مصبح بن قلفان الرشيدي بهذا الانطلاق الجميل. والمركز العاشر ياتي مرهي محمد بن حارب بن محمد بن حاذا لقتبي. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى. لنا عوده مشاهدينا الكرام مع مبشر، مع مبشر من غير على الصداره على المقدمة وعلى المركز الأول، مبشر من ينطلق بالصدارة هنا حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من يأتينا على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني المشهر حمد بن نايع بشاوي الغفلي من يقدمه هنا على هذه الانطلاقة وعلى هذا التحدي الجميل، وهنا المختبر عيسى بن علي بن عيسى لقتبي، وشاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي قادم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. السميدع من الجانب الاخر علي بن السيل بن علي بن الاسود العامري ياتينا رابعا هنا يتسلل، وخامسا مرهي محمد بن حارب بن محمد بن هذا اللي اقتبي. هذه هي نتيجتنا للخمسه الاسماء الاولى. لنا عوده بعد الكيلومتر الاخير وما 800 متر ما تبقى مع مبشر حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور. هناك المشهر حمد بن نايع بالشاوي الغفلي من ياتينا بهذه الانطلاقه الجميله الجميله هنا، ولكن الصدور الصدارة 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 هنا مع مبشر حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من ياتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، وصدورة هذا الشوط هنا والقادم الله 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 شاهين 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 القادم بكل قوة، شاهين قادم هنا عبد الله بن علي بن محمد بن حميدون الفلوسي قادم بانطلاقة، ولكن هنا الله مبشر وهناك شاهين مبشر وهنا شاهين شاهين يتسلل الى الصدارة الى العوير مباشرة الى العوير، ينطلق بالفوز ينطلق بالناموس. ها هو تشاهدونا هنا شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدون هنا الفلاسي، سلام للعوير سلام على هذا الفوز، تهانينا لك يا ابو حميد على هذا الاداء. المركز الثاني هو وصل مبشر حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس، المركز الثالث المشهر حمد بن نايع
الشعبشاوي الغفلي، وعلى المركز الرابع اتانا هناك الانطلاق من قبل مرموق عمر بن معيوب بن سلطان بن جابر المطيوعي، والمركز الخامس كان عجيب مسفر بن سالم بن مسفر بن قوباح المنصوري من حل هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. لنا عودة مع شاهين وانطلاقته وتحدياته الجميلة هنا لعبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي. 4:30 بالوفاء والتمام والكمال، سلام لأهالي العوير، سلام على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني 4:30 6 من الاجزاء من الثانيه توقيت مبشر، حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، بينما ثاني في مراكزنا كانت الانطلاقات والتحديات من قبل هنا المشهر حمد بن نايع بالشاوي الغفلي من حل بهذا الانطلاق والتحدي على رابعي على المركز الثالث بتوقيت زمني مقدار 4:33 بالوفاء والتمام والكمال.